اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد في فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا ايه النهارده. ايه ده؟ واو، طب هصنع البلالين، الماشين الفظيع اللي تقعد تطلع لي بلالين كتير قوي 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 قوي. دي هنفتحها بقى النهارده ونشوف دي عباره عن ايه وازاي تقدر ان هي تطلع لي بلالين كتير قوي كده. بصوا يا صحابي، اللعبه دي صالحه للاطفال فوق السن 3 سنين، وكمان مكتوب عليها ان احنا ايه لازم ان احنا بنحط لها 6 بطاريات تايب AA، اوكي، وبعدين هتقدر ان هي تلف بسرعه وبتطلع لي في الدقيقه اكتر من 100 اسمها ايه دي، كوره بالونه، اللي هي قصدي بابل اللي بتاعت الصابون. بتقدر ان هي تطلع لي بلالين كتير جدا بالايه، بالصابون. واو، في اقل من الدقيقه تقدر تطلع لي كميات من البلالين. ايه ده؟ الله، دي جامده جدا جدا. مقاسها 18 في 19 في 17 سنتي. طبعا لازم ان احنا بقى نخلي بالناها بتطلع بلالين بسرعه جدا، وبتطلعهم كمان في اما كبار يا اما صغيرين. ايه ده؟ الله، دي ده مصنع بلالين جامد قوي قوي قوي، بلالين الصابون. بصوا بقى، فتحنا اللعبه واتفرجنا عليها. طبعا هعمل لكم فيديو ثاني نقدر ان احنا نجربها بقى فيه مع بعض. دي بقى بتشتغل، بتلف بسرعه، وتقوم جاي نخلي الصابون السايل في الايه في المكان ده، وهي دي بتلف بسرعه فبتخلي لي ايه بلالين كتير قوي يطلعوا. ايه ده؟ واو، دي فكرتها جامده جدا. هنا بقى المكان اللي بتحط فيه البطاريات، وهي بقى بتمسك اللي هم 6 بطاريات اللي بقول لكم عليها، وبعدين بقى بتلف وتشتغل، والسائل بيتحط جوه من هنا، اوكي، وبعدين بتلف بقى وتقعد تعملي بلالين كتير جدا. الله، دي جامده جدا. بتعملي زي مروحه كده من ورا، فتقدر ان تطلع لي السائل بيلف داير داير كده، وتلاقي الصابون ايه بلالين كتير قوي طلعت، اكتر بقى من 100 بالونه طلعوا في الدقيقه الواحده. واو، دي شكلها لعبه جامده جدا جدا جدا، انبسطت بيه قوي وعجبتني قوي. اكيد طبعا لو عملت لكم فيديو تاني واتفرجنا عليه وهي بتطلع لي البلالين مع بعض هننبسط بيها جدا. شايفه ان هي لعبه حلوه قوي وفكرتها جميله جدا لالعاب الميه. قولوا لي بقى ايه رايكم بقى فيها في الكومنتات، وتابعونا قناه العاب الاطفال عشان اجيب لكم فيديو تاني نقدر ان احنا نجربها بقى فيه مع بعض. انا عن نفسي انبسطت بيها قوي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز ما تنسوش تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.